حالة شائعة وهي هبوط الرحم. قديم بسمع بهذا المصطلح صحيح طبيا هدشة. عند النساء يعني، وهو بيختلف أسبابه من أنثى لأخرى يعني، ولكن طبعا بيقولوا ما كتير له أعراض يعني، ممكن تظهر أعراضه ب10%. وكثرة الإنجاب وحال الحالة الإنجابية لها علاقة بهي القصة. صحيح رشا، ويمكن كمان كنا عم دردش سوا مع دكتورنا تحت الهواء قبل ما نبلش عن هذا الموضوع. كتير صعب هو، ولكن انه بيخرج الرحم من مكانه الطبيعي، هذا الشيء ممكن يكون له تاثير على الوظيفه التناسليه ايضا عند السيده. شو الاسباب، كيفيه العلاج، وكثير من الاسئله الشائعه اللي بتخطر ببال السيدات، هل الولاده الطبيعيه سبب رئيسي او لا، غيرها من المعلومات اللي رح يعطينا الاجابه الدقيقه والصحيحه. ضيفنا بالاستوديو الدكتور بسام لفلوف، وهو اختصاصي في التوليد والجراحه النسائيه. صباح الخير دكتور بسام. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا بداية نعرف طبيا شو يعني هبوط الرحم عند المرأة، وبأي عمر ممكن تنصاب فيه؟ تمام. هلأ أول شيء بدنا نطلع المنطقة تشريحيا. المهبل عبارة عن قناة شكلها أسطواني، بآخرة بنوجد الرحم وعنق الرحم. فهي جدر نحن بنسميها، يعني المهبل له جدار أمامي وله جدار خلفي، وله قبة المهبل اللي بعدها بينوجد الرحم. الهبوط هو درجات. الجدار الأمامي للمهبل بتحازيه المبولي أو المثاني، وجدار الخلفي المستقيم، وقبة المهبل الرحم. هلأ هبوط أو تدلي أو تطاول أي جزء من هدول هو هبوط. يعني هبوط المبولي بنسميه هبوط الجدار الأمامي للمهبل، وهذا بيترافق مع مشاكل بولية مثل سلس البول، إنه أحياناً السيدة مثلاً إذا ضحكت بينزل بول، إذا سعلت عطست، وهذا كتير شائع عن هاي الحالات. يعني هذا الهبوط الأمامي كتير شائع. الهبوط الخلفي هو إنه المستقيم بيخرج من مكانه كمان، بيعمل تقبب بالجدار الخلفي للمهبل. هبوط الرحم هو نزول الرحم من مكانه عبر المهبل. هذا له درجات طبعا، كل هبوط له درجات. يعني هبوط المثاني، هبوط المستقيم، يعني نسميه الهبوط الامامي او الخلفي، له درجات. هبوط الرحم كمان له درجات. قد يهبط الرحم ويبقى عنق الرحم ضمن المهبل. قد يهبط الرحم ويصل عنق الرحم إلى مخرج المهبل، وقد يهبط الرحم كاملا خارج المهبل، يصير كله برا. أي الدرجات المتقدمة طبعا. هاي أمراض النساء بأعمار يعني بعد 40 أو 45 سنة، هي موجودة عند الصبايا، عند الأصغر سنا، هي هبوط جدر المهبل، يعني هو هبوط أمامي أو هبوط خلفي. هلأ هبوط الرحم عادة هو مع التقدم بالعمر. أكيد أكيد أهم الأسباب لإله هو تعدد الولادات. هلأ نحن ما بدنا نتهم الولادة الطبيعية تهمي مباشرة، لأنه هي الطبيعة. صحيح. يعني خلقة الأنثى تولد طبيعي، والخالق سبحان الله أكيد ما قرر يعمل له هبوط بعد الولادات. لكن طبيعة الولادات، يعني الولادات غير المراقبة، الولادات العفوية، يعني في أسباب بالولادات بتأدي مع تعدد الولادات لأنه يصير هبوط. طبعا تعدد الولادات الطبيعية سبب، الجهد سبب، بس أهم شيء طبيعة الجسم. يعني في أجسام ممكن تجيب 15 ولد ولادات طبيعية وما يصير عندها ولا هبوط، وفي أجسام ممكن ما تجيب ولا ولد ويصير عندها هبوط. هي طبعا طبيعة البشر. طبعا وقت بدنا نحكي عن الهبوط، أول شيء بدنا ننفي سبب هو قليل وجوده ليعمل هبوط، لكن ممكن أي شيء بيرفع الضغط ضمن البطن، يعني كتل، أورام، مشاكل، يمكن هي تسبب هبوط. فنحن وقت بيكون عندنا هبوط بدنا نتأكد إنه ضمن البطن ما في شيء، وبعدين بدنا نتعامل مع الهبوط
بحد ذاته وبمراحل وبأشكال. طيب دكتور خلينا نحكي شوي اليوم كيف بيتم تشخيص هذا الموضوع، وخصوصا مثل ما انت قلت مو شرط انها تكون هي سيده متزوجه وعندها اطفال، ممكن تكون صبيه ما انا متزوجه. طبعا نادر جدا وقت نحكي عن الصبايا، بس انه موجود. طبعا تشخيص الهبوط للحقيقه اول حدا بشخصه هي المريضه بحد ذاته، يعني هي المريضه بتشعر انه انا مثلا وقت عم فوت على الحمام عم اشعر مثل بيضه عم تطلع من تحت، عم اشعر شيء متغير عندي، وقت بسعل بينزل بول، يعني هي بتشعر انه حدث عندها تبدلات، فبتراجع طبيب لتعرف انه شو مشكلتها، وهون بقى بنعرف شو نوع الهبوط وشو العلاج الامثل له. طبعا نادر الهبوط يعمل مشاكل ثانيه، يعني ما بيأثر غالبا على وظائف الجهاز التناسلي بالمطلق، يعني وهدي عندها هبوط امامي خلفي ما بيمنع تجيب اولاد، وهدي عندها هبوط رحم هي صغيره بالعمر ما بيمنع تجيب اولاد مثلا، يعني بالعكس ما لها علاقه هي القصه، بس هي قضايا بدي اقول لك يعني هي بحاله السيده بطبيعه جسمها، يعني شعرت انه حدث تبدل فبتراجع لشخص ونتعامل مع الحاله. طيب دكتور هاي الحالة خلينا نقول هبوط الرحم، هل ممكن يكون نتائج عوامل خطورة على المرأة فيما بعد؟ لا لا طبعا، وقت عم نحكي على هبوط رحم خارج المهبل طبعا هون دخلنا بمشاكل تعمل، بيصير تقرحات اختلاطات بيصير مشاكل، بس انت عم تحكي على مريضة مهملة بشكل كتير كبير، يعني هاي ما عاد شفناها، يعني كان يمكن من زمان يمرق علينا حالات فيها وصلت لهالدرجة من الإهمال، لكن هلأ نادر جدا السيدة تترك حالة لهي المرحلة. عادة بيجونا بمراحل السهنة ما وصلوا للهبوط الكامل، يعني خروج كامل الرحم من المهبل. طيب دكتور خلينا نبلش نحكي شوي عن العلاج، متى ما تم تشخيص الحالة إن كانت متقدمة أو لا، كيف ببلش رحلة العلاج للسيدة؟ أول شيء هون أنا بدي أحكي فيه شغلة كتير مهمة، اول شيء ما في شيء اسمه علاج دوائي، يعني كثير بيجوا سيدات بيقولوا لنا انه شو الدواء اللي بدنا ناخذه، ما في علاج دوائي، لانه هي القضيه بالاخير معنا يعني هي تبدل فيزيولوجي بالجسم بطبيعه الجسم. بس هون بدي اشير قبل ما احكي بالعلاج لشيء مهم بتمنى كل السيدات ينتبهوا له ويعملوه، السيدات المتزوجات اللي عندهم ولد او ولدين وحتى لو ولاداتهم قيصريه مش طبيعيه، في تمارين دائما مهمه للحوض وللعجان. هلا ما راح ادخل بشرح التمارين، يعني هي موجوده على اليوتيوب على جوجل او اي مدرب او مدربه رياضه ممكن يعلمها للسيدات، وهي تمارين بتنعمل بالبيت وما بتحتاج اكثر من ربع ساعه يوميا انها تعملها لتقوي عضلات الحوض. نعم. وأكيد يلي بتتبع هالموضوع بتعفي حالة من نسبة كتير كبيرة من الهبوطات الشديدة، وبالعكس هذا الموضوع إذا الصبية من عمر 25 أو أكثر وبتطالع وهي عندها أولاد تبعت هالموضوع وصار عندها عادة روتينية ممكن كتير تتفادى وجود مشكلة مثل هي المشكلة. هلأ بنرجع للعلاجات، هي العلاجات جراحية بالمطلق، يعني بالبدايات مثل ما حكينا بنعلمهم تمارين وكذا، بس بالنهاية هي العلاج الجراحي. طبعا إذا لنحكي عن أنواع الهبوط وعلاجاته، إذا حكينا عن الهبوط الأمامي هو بينعمل له عمل جراحي، له أنواع العمل الجراحي، كمان ما راح أدخل بالتكنيك وتفاصيل العمل الجراحي، لكن في له أنواع متعددة وعملية طبعا بسيطة وبتنحل. كمان الهبوط الخلفي له جراحة خاصة، وكمان هبوط الرحم علاج جراحي وخاص. طبعا هبوط الرحم بالذات حسب عمر المريضة ممكن نحتاج نعمل لها استئصال للرحم، وممكن نقدر نعمله عن طريق المهبل، وممكن ما نقدر أو يكون الأفضل نعمل عن طريق البطن. يعني إذا بدنا ندخل بالتكنيك هون في كتير أنواع من العمليات، مش عملية واحدة أو تنتين. في شغلة كمان بحب الفت نظر لها، أنه حتى اللي نعمل لها عملية ممكن يرجع ينقص الهبوط، فبدنا ننتبه طبعا دائما انه اللي بتعمل جراحه لا علاج هبوط تناسلي باي شكل من اشكاله، طبعا لازم تتبع قواعد وقائيه كثير مشان ما نرجع ننقص بهذا الموضوع.
ما بعرف اذا بتحبوا نحكي عن انواع العمليات، بس برجع بقول لك في عمليات عن طريق المهبل، في عمليات بالتنظير عم تنعمل، في عمليات جراحيه ممكن نستأصل للرحم ونعلق قبه المهبل على العجوز، ممكن نستأصل الرحم ونعلق قبه المهبل على اربطه، يعني هاي تكنيك في تفاصيل كثير حسب الحاله، يمكن هذا الشيء بيحدده الحاله اكيد. طيب دكتور خلينا نحكي عن تفصيله ثانيه اليوم، قديش مهم العنايه المستمره، يعني مثل ما قلت حضرتك ممكن تنكس، وخصوصا هي بنشوفها عن السيدات كبار السن اللي معهم امراض اخرى مثل السكري وما الى ذلك، اللي هي بتساعد على ان تكون عوامل خطوره او مؤهبه. طبعا انا حكيت هالفقره من شوي وبرجع باكد عليها، دائما مهم جدا تنتبه الانثى، لانه بالاخير الجسم بده يتبدل، يعني البشرات كلها الوجه بيرخي، يعني كل الاجسام كل البشرات مع تقدم العمر بدها ترخي، فالجهاز التناسلي عرضه دائما ليتعرض لهالمشكله هي. دائما هي برجع بقول الاعتناء بحاله، اجراء التمارين الرياضيه، عدم القيام باعمال مجهده، يعني كمان الاعمال المجهده اللي بتخلي المريضه ترفع الضغط ببطنها ولو ما في مرض، هذا بيساعد على انه ينوجد هبوط. يعني الوقايه هي بهذا الشكل، اما ما في عندنا وقايه مثلا مباشره لحل هذا الموضوع. طبعا كمان مريضة السكري لازم تعتني بحالها، دائما بالطب في قاعدة، أي شيء نحن بنقدر نتعامل معه ببدايته فنحن بنقدر ننجح فيه، يعني حتى بالأمراض الخبيثة، حتى بالسكري، بأمراض الغدد، بكل الأمراض، أي شيء المريض بينتبه له ببداياته فممكن يوصل لنتائج كتير حلوة وما تتطور الحالة ليصير عندنا اختلاطات مشاكل. طيب حكيم، ذكرت أنواع من العمليات وقلت أنه مرأت مرور الكرام على موضوع الاستئصال، ولكن دائما نسأل أنه إيمت الطبيب بيروح لهذا الإجراء وهو آخر إجراء؟ أكيد يعني أنت اليوم أنك تستأصل هذا الرحم، واليوم هي المريضة مدة الاستشفاء كيف حيكون نظام حياتها فيما بعد؟ هلأ هون كمان بدي ضوي على نقطة، هلأ نحن عندنا روم وقت نقول للمريضة استئصال رحم، هلأ أنا ماني عم احكي الكلام لا الا انه لا الاستئصال شغله منيحه لا ابدا، لكن استئصال الرحم عن سيدي انهت الوظيفه الانجابيه، يعني ما عاد بدها اولاد وصارت بعمر تجاوزت 45 سنه، استئصال الرحم ما له شيء مرعب وما له شيء بيغير لها بحياتها ولا شيء، يعني هي تبقى كما هي في رحم او ما في رحم. هون لازم نعرف ان الرحم هو وظيفة إنجابية نقطة على السطر، ما له أي وظيفة أخرى. يعني عندنا فكر بالمجتمع العام إنه الرحم له علاقة بكل شيء، يمكن حتى إذا ذكي لأنه رحمه موجود يعني بيربطوا مع الرحم كل شيء. هذه معلومة خاطئة جدا، عندما يكون هناك ضرورة لإجراء استئصال رحم أبدا ما تتردد السيدة تعتبر إنه إذا استأصلت رحمها خسرت قصص أخرى، ابدا هي ما بتخسر اي شيء. هلا امتى بنلجا للاستئصال؟ وقت يكون الهبوط بمراحل متقدمه. يعني في عمليات بنعملها بنرفع الهبوط، يعني بنترك كل شيء مثل ما هو وبنصلح الموجود. لكن وقت يكون الرحم الاربطه انتهت والرحم صار برا، فهون الاستئصال ضروري جدا، لانه هذا التقل موجود، يعني حتى لو رفعته بده يرجع يهبط من اول وجديد. هون بنلجأ للاستئصال، وبرجع بليك الاستئصال هون بقى الطبيب بده يدرس حالة المريضة، انه استأصل عن طريق المهبل ونتائجي منيحة او اضطر افتح البطن واتبع اجراء اخر لانهي العملية. طيب دكتور، في كثير سيدات بيأثر الوزن على الوظيفة، يعني بنشوف السيدات وخصوصا اللي بيتمركز السمنة عند البطن، هذا الشيء كثير بيأثر، يمكن بيكون اول علاج لها هي الرياضة. طبعا كمان هذا موضوع مهم منيح ضويتي، يعني الوزن مهم بس كمان ما بدنا كثير نحمل القصة على الوزن، يعني بيجينا سيدات من انحف ما يكون وعندها هبوط رحم، هبوط شديد، وفي سيدات كثير ما شاء الله الله يحميهم بدينات وما عندهم شيء، بس يعني كمان ماني عم شجع على السمنه ويفهم لا اكيد، بس انه اكيد الوزن عامل مهم، يعني الوزن هو مثل ما قلت لك عم يرفع الضغط ضمن البطن،
وعم يؤدي لانه هي الاربطه تتطاول وتنزل. دائما السيده لازم تعتني بحالها، الاعتناء بالذات كثير مهم، وخاصه للجهاز التناسلي. برجع بقول لك التمارين اللي بتدعم الحوض بتمنى كل السيدات ما يهملوها، وهي شغله ما بتتجاوز بسيطه ربع ساعه يوميا. يعني الصبح على وقت تقوم على تخته ممكن تساويها قبل ما تنام 10 دقائق، كثير بتعمل نتائج جيده. طيب دكتور، ذكرت حضرتك وطبيا انه هي ما كثير واضحه اعراضها الا بنسبه جدا قليله، هل انت اليوم يعني مع المراه انه تعمل تشيك كم شهر؟ هل الايكو اليوم بيكشف هي الحاله وممكن يكشف امراض اخرى يعني؟ تمام. هلا فيما انا مع الفحص الدوري دائما، يعني اي سيده تراجع طبيب امراض نساء كل فتره 6 شهور لتعمل لطاخه مثلا، كل فتره لتعمل فحص للثدي، تعمل ايكو للرحم للمبيضين، يعني هذا امر طبعا ضروري. بس للهبوط بالذات ما في شيء، يعني ما في فحص دوري لان اشوف الهبوط هو من ضمن الفحوصات. هون بدي اقول لك شغله كمان، شغله مهمه، الهبوط لازم المريضه تشكي منه انا شخصه. اما انا تجي لعندي مريضه هي ما انا عم تشكي من شيء وانا قال لي عندك هبوط، هون شوي الوضع ما كثير دقيق. هي نقطه كثير مهمه، يعني ما بيصير الطبيب الا للمريضه انه والله عندك هبوط، هلا يمكن يكون هبوط خفيف والطبيب يشوفه وبهي المرحله بيعلمها شويه تمارين وبينتهي الموضوع. مو نحن بنشخص هبوط وعمل جراحي والمريضه ما نعم تشكي من شيء. صحيح، يعني دائما شكايه المريضه هي الاهم. اكيد يعني معلومات مهمة جدا ضمن موضوعنا اليوم. شكرا لوجودك معنا دكتور، وشكرا لكل شيء قدمت لنا.